افضل مخرج تعامل معاه عبد الكريم دراجي ولا كريمو من بين جعفر قاسم ولا المخرج انور فقيه اللي كان مخرج تحت المراقبه ولا بلال بالي اللي ما تعامل معه ثاني مخرج تونسي كان هو ثاني مساعد مخرج منفذ في عاشور العاشر ودار اشهارات هنا في الجزائر دي بيبليسيتي زكتم. بون هي على كل حال سي كيما نقول لك مخرج في ثلاثه ملاح ايتو بون تتخير خير جعفر قاسم تحب نجيستيفي لك علاش نجيستيفي لي رابيد تخي بيان باسكو جعفر قاسم ستار الجيريا يكون لي مور الجيريا عنده اون اكسبيريونس عنده ان بالماريس موراه دونك بور موا سي حيوه بالمناسبه وان شاء الله يكون ضيفنا قريبا وربي يوفقه ولا حضر حاجه شهر رمضان ان شاء الله. اقرب واحد الكريبو من بين سمير زيان صديقك في المجال الفني وخارج المجال الفني عبد الحق ثاني صديق مقرب تاعك ولا اللي راه حاضر معك اليوم الفنان الكبير حكيم زلو هادو ثلاثه نعرف لي بروش ليك بزاف حكيم زلو ما نحصلوه على المباشر ان شاء الله يكون ضيفنا في حكيم زلو ديجا ماشي صديق حكيم زلو حكيم زلو خويا الكبير الله يبارك ينصحني وكيما نقول لك حنايا دائما كيما كي نكون عيال ولا نكون حايب نحضر ولا نعيط لهم سامير يتفرج ليميسيون دونك سامير انا جايك في سامير انا جايك سامير سي خويا تاني وسامير كيما نقول لك عاوني بزاف في حياتي وكل ما كيما نقولوا حنا نطيح نتكى عليه دونك سي سا وعبد الحق سي كيما نقول خويا اللي مربي معاه ايتو دونك في ثلاثه خاوتي وما اختار واحد باش كل اش نختار واحد هذا غير ايفيتي انا شحال نختار تختار ثلاثه عباد ما انا اللي يجي عندنا يختار هذه ايفيتي في ثلاثه خاوتي في ثلاثه كيما نقول لك حنا ما نقدرش نخير واحد فيهم باسكو في ثلاثه خاوتي ما امبوسيبل تي انسيست انسيست ما كانش مستحيل كي جيت صاحبي كي جيت خويا ماشي مشكل. اسوء ذكرى لعبد الكريم دراجي نهار اللي طاح لك لي بول في التورناج تاع فوندرودي ماشي عادي اون بلا تورناج ولا مرض الوالده مؤخرا ربي شافيها ولا اللي كنت راح تخدم في عاشور سيزون 2 اخر لحظه ما خدمش لظروف لا دانيير مينيت كوا وبالك راك ندمان على هادشي من بين هاد الثلاثه بون اسوء لحظه ما خدمتش في عاشور بون سي 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 مكتوب ابخي مكتوب كنت خدام في حاجه اخرى والحمد لله دونك فوالا هادي حاجه نورمال و الوالده بيان سور حاجه كيما نقول لك هذاك مكتوب ربي ياك فاهمني دونك ثاني تبقى اسوء ذكرى تبقى اسوء ذكرى بزاف والوالده انا كل ما تمرض كل ما تكون عندي اسوء ذكرى معها دونك ما نحبش كيما نقول لك ما كاش واحد يحب على يما مي كي طاح لي البول في فوندرودي ماشي عادي سوفريت 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 وما كنتش على بالي واش صار لي باسكو جامي صارت لي حاجه هكا صح السؤال كونسونتري مليحه بعيد الشر عليك ولو كان بعيد الشر عليك تعرف بلي في كورونا وباقي لك عطس على من تعطسها على سامر على سامر قبل هذاك سامر هذا اليوم هذا غير بهذاك كيف هذاك برودوي هذاك برودوي هذا دخل غير في الاستوديو نحصل عليه وموت سامر ما تدورش مع هذه اليوم راه حالف فيك نقول لك افضل ذكرى لكريمو اول صعود على خشبه المسرح النهار اللي لعبت لا بريمير بياس تياترال تاعك ولا النهار اللي ديت الماسير وفرحت الوالدين تاعك في نص ايبون ولا احتكاك تاعك الاول في عمل في الاوديو فيزيال اللي هو ضال بهجه مع جعفر قاسم من هاد الثلاثه في الثلاثه هادو ما كاع كيما نقولوا ذكريات ملاح مي جو بونس كو اول كنت كي كنت صغير كنت ندير لا فورماسيون تاع التياتر سيتي محي الدين بشطارزي لا سان سيتي ان غيف بور موا كي طلعت فيها البروميير فوا جا لاج دو 18 اون هاداك 19 اون سا ما في شو او كور و عجبني الحال طريب يا كون جيك هاد لا بروبوزيسيون في هاد الايامات قبل رمضان كونسونطري مليح معنا لا وصارحنا باسكو راه انا صريح انا فري صريح ما تكسرش راسك يعطوك الفيديو راه واجد الفيديو راه واجد اي اي للاسف الفيديو ماش واجد عندنا برك مشكل تقني خاطر ان شاء الله يتريقل كون يعرضوا عليك زوم مع سامير تبع مليح لو كاش يكون مويا اوكي وتقدر تختار بيناتهم سيري سيت كوم ولا سيري دور بطوله عليك الحكايه راح تكون فرصه عليك ولو كاشي ثاني مويا في المعقول ولا يعطوك 500 مليون ما فوق في سيناريو ما تبانش في لاتيلي تقعد مع داك السيناريو اللي تعرف بلي راح ينجح 600 مليون ولا 500 مليون سيناريو 500 مليون تديها في الوقت باينه سيناريو بون باسكو انا في ثلاثه نحب هاد الحبه بون خفت تدخل الاولين خليك في الثالثه قعد كتب السيناريو 500 مليون بون زوم سي
حاجه كيما نقولوا حنايا اللي نحب نخدم فيها بيان سور، ان سيت كوم دور بوطو ولا كاشي مويان بيان سور نحب نخدم في سيت كوم، مي ان سيناريو ثاني نحب دونك في ثلاثه نحبهم. اختار واحده. نخير؟ خير اللي فيها الدراهم في ثلاثه نحبهم. هاك فاهمني؟ لا لا تختار واحده، لا تختار واحده. لا لا الثالثه عنده بونير. 800 مليون صراحه. ما يطيح لك يحب الفندور بوطولة بيبان 800 مليون في الوقت الثاني. لا 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 لا